العمود بتاع البت هاجر، هقول لها ايه يعني؟ يا نهار ازرق، وهي عملت ايه بس يا جبتاكي؟ خدت الكلمه وهي مداني ظهرها ونزلت، ما شفتش وشها لحد دلوقتي. ما انا قلت لك ابعد عن سكه نوال، نوال دي سكتها شمال الشمال، ومن الاخر كده هتعمل لك عور. فكك انت بالحوار ده، انت عامل ايه مع البت هاجر؟ انا صاحبي مش عايز اقول لك، مش عارف انا ايه، ولا بالصبح ولا بالليل. انت مالك قلبت على هاني شاكر كده ليه؟ انت هتفقر يا سوكا، هي عشان ممرضه هتموت فيها. استنى يا سوكا، انت لسه قد الدنيا هتضحك لك، استنى عشان ما ترجعش تندم انك ما خدتش من جديد. لا يا صاحبي، انا مش هبقى زيك، حتى لو بقيت احمد عدويه في زمانه، انا عايز واحده تحبني واحبها وتخلف لي عيل كده يملى عنا البيت. من الاخر بقى صاحبي، انا مش عايز ابقى زي الرجاله اللي ما تملاش عينهم غير التراب. فلسف، اتفلسف على امي اتفلسف. انا بقى سوكا فككني من الهبل بتاعك ده قوي. انا لا عايز شهاده ولا عايز واحده اتجوزها ولا عايز شهره. امال عايز ايه ان شاء الله؟ انا عايز اقتل ابراهيم كبداكي واصلي عليه جنازه وادفنه وابقى ابراهيم باشا. اللي يخش اي مكان يا سوكا الدنيا تتقلب، والورق يترمى تحت رجله ميات ومتنات، وادوس عليها بجزمتي. يعني هو بيشتغل ايه يعني غير شغلانه مغني ده؟ هو بيغني بس. يعني ايه بيغني بس؟ هي دي شغلانه بتاكل عيش يعني بتفتح بيت يا بنتي؟ بصي يا حاجه انا هفهمك، هو دلوقتي مغني صغير بيغني في الافراح وكده، لكن ان شاء الله يكبر ويبقى حاجه تانية خالص. بصي بقى يا بنتي، انا بصراحه كده لا عاجبني اسمه ولا عاجباني شغلانته، والله اعلم بقى يعني اذا كان هيكبر ولا هيفضل زي ما هو كده. والله عندك حق، انا ما كسرش من مقاليفك، بس انا لو من اخوكي فواز ده حلو روح اشتغل الاول بعدين تعالى تقدم. ليه هو تقدم لك كده على بلاطه؟ لا خالص لسه. طيب خلاص، لما يبقى يتقدم يبقى احنا ساعتها نقعد قعده تانية زي دي، وساعتها هنفكر هندخله على فواز اخوك تاني ازاي. الاستاذ بيسال عداد انتصار، هنشتغل سكرتيريا للفراشات كمان؟ لا 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 مؤاخذه، لا مؤاخذه. على طول السلام سلام لحكومة بلدنا، حكومة بلدنا، حكومة بلدنا، على ماشا على ماشا، حكومة بلدنا. رايح اصحى خالتك ترقص، تيجي تشم شويه هوا وتسمع المغنى بتاع الواد سوكا ده. ما بلاش يا خال، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، اخليها تضرب نفسين وتقعد افعال. ايه؟ يعني يا بنت شوفي انا مالي وانا اللي هقعد ادادي فيها. انسه كوريا. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه، سعاده الباشا ما انا قدام سعادتك اهو. اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. اه لا لا حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانه ولا ايه؟ اصلا انا مش شايفها يعني. لا اصل هي مالهاش في الافراح والجو ده يعني. اه طيب تمام. طب ابقوا طمنونا بقى، عملتوا ايه في البيت؟ حاضر يا سعاده الباشا باذن الله. السلام عليكم. حبيبة قلب يا أمي. تعالى يا أمي يا حبيب قلب أمك يا أخويا، يا مشرفني يا رافع راسي يا مرقصني يا حبيبي، عرسك وسينك يا رب. عجبتك يا أمي؟ عجبتني، ده أنت تعجب الباشا يا روح أمك. أبو هاجر عجبتك؟ كنت كويس أوي. أه ده أنت تعجب الباشا يا ولا والله. هو اللي كنت كويس بس يا حبيبي يا حبيبي. أنا من غيرك مش عارف كنت أعمل إيه. مش عارفة والله. السلام عليكم يا أمي. خمس دقايق. السلامة يا حبيبي. ممكن يا مولانا أضرب واحدة بيرة؟ لك حرية الاختيار يا أخي سلومة، بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره. ولا تعالى واحده افتح. انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا، مش هشربها الا لما تمشي. ها ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا كوريا، ارقصي. ازيك يا اختي؟ مش انت برضك الممرضه اللي كانت معاهم في المستشفى؟ ايوه يا كوريا، انا اسمي هاجر. عشت الاسامي يا هاجر. الله يخليك نورانا. ربنا يخليك يا رب. متشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك بداكي، ما كانش لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام يا احلى باشا كل امه مصر، سلام كل امه مصر، امه مصر. ماله بيك الظابط ده يا بيك؟ مش انا. من مين ان شاء الله؟ البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك ايه، سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ انا عايز اعرف نسبتي اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايه النور، الفرح منور والله. ايوه
كده يا بنت جمالات، انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى نفر كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك، ده انت زي القمر. انت هنيتي يا خالي، مش طالعه كنان. اهدي، لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا، انت لازم انزل معاك، ما اقدرش اقول لها لا. دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده، شيل انت بقى. بنتي يا كوريا تعالي عايزاكي. انا هقول لك على حاجه، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوزه اقول، بس بقى انت عارفه انا ما بحبش للرط ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني، بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها، جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن، وانتي ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. ازيك يا ابو هاجر؟ الحمد لله. وحشتيني يا ابله، انمد عيالي والله. النهارده احسن يوم في حياتي عشان حاجتين. ايه بقى؟ اول حاجه اول مره غني في فرح كبير زي ده، وتاني حاجه ايه اللي جابك هنا يا اختي؟ فوزي قومي جري قدامي على البيت يا استاذ فوزي. افهم بس قول من وشك. هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه، اهلي وحبايبي وناسي، اهل بطن البقره، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيله واحده مفيش بينهم سر ابدا. اي حاجه بتحصل في اي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا اهل وعشره فانا مش هخبي عنكم حاجه، ما كده كده هتتعرف. انا عايز اسال الست نوال مرات جزار الحته المعلم سلومه، ايه اللي بينك وبين خطيبي؟ ايه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل؟ ايه اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال؟ يا نوال انا نوال يمد ايده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومه، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاه، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فالح يتشطر عليا انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. وعلى راي المثل يا بنت، العايط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا متطلقه منه بالثلاثه، مش رمى عليك يمين الطلاق بالثلاثه؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو اللي عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور. أيوة. يا دكتور احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا على انانا محلول. اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي ولوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك وبت معاكي ومحدش عبرك. ايوه عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انتي ما انتيش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. خلصي يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي لازم يخلص قبل ما يجي. يلا. سلام عليك يا حاجه. عليكم السلام يا ابني. مالك يما، تعبانه ولا حاجه؟ لا الحمد لله نحمده. طب اقول لك ايه، ما شفتيش ابلة هاجر؟ اشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشيه النهارده ولا ما عندهاش؟ انا ست غلبان بكنس وامسح، ايش فهمنا انت؟ ياما كلنا غلابه، متشكرين كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه انت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص ياما، ولا حريمي ولا رجالي.
سلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ام الهجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي، امي ما ينفعش حد يديها الحقنه الا ام الهجر. ربنا يشفي يا اخويا، ام الهجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق، وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها. دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص، لسه ما تثبتش. وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا ده الواد سوك ابني، ولا سوك تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا؟ كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خال. اهدى اهدى في اكل. يا نهار اسوخ يا دي المرار الطافح، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امي لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، اما لو شفتيهم كنت عملتي ايه؟ هو خلاص كلمتين تفينك ده تقولي خلاص اتفضل مفارقين. خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا كده، هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه. الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هايدا هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبله دي، هات الدبله دي، انا هنزل اقدم له بنفسي. انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير؟ ما تلخ. بقول لك ايه، اقعدي. مين منير ده؟ قوم يا كوريا غير هدومك وانزل واكل عيشي، احنا مش راضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا، خد الدبلة دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبلة دي اخطب بنت حلوة قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي. شوف بيضه شعرها طويل ان شاء الله. هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. Ah. Wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay, no problem. Sorry, it's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay, you collect your check and I will leave the diamond to make it a ring, okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure. We are at your service, and we must make you and your girlfriend happy. Okay. Goodbye. يعني ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته. وانا مفيش حاجه تعملها قبل نقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل. اهو 011. ده راجل زباله طول عمره يضربها ويبهدلها، وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ اي وسيله اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي. انا باكد عليك وللمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي، عايز اعرف هي عايشه ازاي، ظروفها ايه، بتعمل ايه، محتاجه لايه. انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم.
معلش ما عندكش بنت، بكره لما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم، ايه الجديد؟ الف مبروك. هايدي خدت البراءه؟ حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل يعني كده انا بقيت مطمن قوي، يعني ما اقدرش المس اي حاجه ويعملوا لي قضيه تبديد. يا سلام، انا فرحان، انا مبسوط، I am so happy. قضية كبيرة قوي يا ابو طالب بيه، مش صغيرة زي ما حضرتك متخيل، وللأسف ما فيهاش أي ثغرة قانونية. أنا معظم الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، أنا بعملها كصديق للعيلة، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خارجية، مش محامي. ده على أساس إنك حليت المشكلة وأنت محامي عشان تحلها وأنت صديق؟ يا أخي يا أخي ارحمني، اسكت بقى شوية. يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرد للولايه في قلب المنطقه ليه يعني؟ واحنا اللي بينا ايه، شرده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولايه وانا بمنظري ده يا عم شكري؟ يا عم شكري ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليا انا يا هيما؟ انا شكري الصعيدي، لسطى شكري الصعيدي. اي نعم جاي هنا على الكبر، بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي، والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا هيما، ده فيه طبيخ واعر قوي بينكم، عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها التلت التلاته كام. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي يخاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نغرقه يا ابن الناس. بقول لك ايه، انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ، احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي، واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه يروح يصالحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس وشيل من دماغها حكاية نوال دي خالص. يا دي النيلة على نوال. يا عم شكري يا عم شكري، انا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيرة واخوة، دي ست فاضلة فاضلة والله العظيم، يعني دي في مقام خالتي بالظبط، وانتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبة دي. طب انا اعيش ازاي معاكم يا عم شكري وانتوا دماغكم كلها كده؟ انا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا انا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف. بقول لك ايه، قوم قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعه عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافيه. لا فوتك بعافيه ايه، انت هتسيبني هنا؟ انا زهقت من ام الاوضه دي، خدني معاك، انا هفك دي وانزل معاك. تعال معايا. طب بالراحه بالراحه يا عم شكري، بالراحه. في ايه؟ حاضر يا حبيبي، تعال معايا. انا حاسه ان انا عايشه في حلم طويل ما بيخلصش، ولا حلم ايه ده؟ كابوس ومش قادره اصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفتره دي هتعدي وهتنسيها. اقول لك على حاجه، هنقعد انا وانتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك. يا ستي انا زهقت يا دينا، زهقت قوي. مش كفايه القرف اللي انا عايشه فيه؟ انا الزهق هيموتني. انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، قاعده بكلم نفسي زي المجانين. انا حاسه ان انا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زياده عن اللزوم. بقول لك ايه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي، يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي، بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس؟ بقول لك زهقت، اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهمه ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك في ايه وانا هعملهولك اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه؟ ما عندناش اخت نسوان تشتغل. استنى لما يجي لك عدلك ويجي لك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجه دي يعني. أنا بقول لك اكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفه. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقي هالبني ادمه دي اللي عايشه معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني يا سندس، ضربتني. مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات. نعم لا مؤاخذة في الكلمة، رد السلام، ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص، بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ أنا كنت قاعد في المحل، جاني شوية لحمة،
جاموسي صغير شباب. طمنتني الست كلها مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزه عشان يستاهل بقك الحلو الصغنطه ده. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ انا مش عاوز حاجه منك يا ابله. الله، انا بشتري الجيره عشان محدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه، غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس. احنا مش عايزين لحمه، مش هناخد لحمه. سيبك الزنه وتلاقي انا بشتري اللحمه. ايه اللحمه ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه. هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا مطغور يا سندس. احنا من انت بناخد لحمه من الناس؟ من شوربه علشان الواد سعد يبقى حضمه يرم. يوه روحي بعيد عني بقى. هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك. يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني. يعني ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير. عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضاء اللي بدوها لك. كل ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. اديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، اللي بيتهم بيقعوا ويطلعوا مزاز بيئة. والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئة بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس. انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب؟ يا ولا مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده هو. اسمع كلام امي يا ابني انت بس، حاسبنا يلا ما انت تتكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي فرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما بس؟ شوف يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه. وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما. يلا ما انت انزلي وانا راح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا ياما. انزلي بقى ياما ياما. يلا انزلي بقى. ايه ولا اسكت يا ولا. سلام ياما سلام ياما. عايز ايه يا ولا؟ يلا ياما اتكل على الله. خد يا ابني نرضي. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة. يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك يا صاحبي كده والجرح لسه مفتوح. خناقتي من قعده البيت. خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا. انت تأمرني يا صاحبي. ادي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق بروح خالتك كده على الصبح؟ ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي. انا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح اخت ودان ده كان فرح شؤم. سلومه مسك البيت نوال اداها علقه وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخله البيت. وانا اخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقه وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وانا مش عارف اعترف فيها. وانت اتخانقت يا صاحبي؟ يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ ايه ده يا صاحبي؟ ده كوريا قلعتني من ايدها. يا جدع دي كوريا بنت غلبانه. بقول لك ايه، ثبتها وانت سيد من يثبت الحريم. لا شكلها المره دي بقى حسوك. وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه، لو جوزتها نخلف عيال فقيرين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا، انا ههد من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه، جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا.